دخلت الحديقة بس الشمس صدمتني. ما أدري إيش اللي خلاني أتوقع إنه بيكون في غيوم، بس يعني الجو حلو، يعني الجو لطيف بس في شمس. أسوي لك قهوة. تسعة عشان بروح عشرة. أبغى أشتري لي كروسان من مون، لأن هو أقرب شيء. ما أدري إذا يعني بروح مون أو بروح خاتم الطالب. نشوف. هذا ها كان يتحرك بسرعة، ما أدري كنت بقول إنه بطيء. خدمة الطالب لايك، مرة حلو هنا المكان، مرة مرة رايق جوا يعني، بس ما اقدر اوصلكم من الزحمة. اوكي زحمة بس مو مثل زحمة A4، A4 زحمتهم تقهر صدق تكتم. هذول لا كذا مرة كيوت، وال يعني الجلسات حلوة، كل شيء حلو خاص بعتمده. الله شوفوا يما بتطيح ال شو اسمه المترو دي الحالي. اول مرة بارد حلو. ورك سبيس مرة حوسة حرمية. حقي طبعا هنا قابلنا المنقذ رزان، هي اللي قصت لنا الخشب وساعدتنا. صدفة صراحة، كنا داخلين الكلاس اللي قدامنا وقلنا انه من وين لكم الخشبة وانه من وين جرتوه عشان نشتري مثلها، وطلعوا تخصصهم تصميم منتجات وجت هي الله يعطيها العافية وساعدتنا. المهم رزان اذا تشوفين هذا الفيديو مرة شكرا، love you صدق انقذتينا. بعد ما خلصت قص لقينا جزء كم سنتي ايه زياده، نرجع نقص مره ثانيه، نحتاج رزان، رزان ما ترد ويلا. مره تهب البال انه خشم.
صباح الخير. اليوم باخذكم المعرض حق اللون والخامة حق أعمالنا. أخيرة على المعرض بما أنه خلاص فضاء، ما أدري ليش حاطين لوحتنا بالزاوية من الزاوية الأخرى. عندنا هذه اللوحات، إيش فيها؟ الكاميرا مو ثابتة الكثير. في لوحة طايحة، أوه ملزقينها كذا. الله يهديكم بنات، رجعت تبتوها جايز. طبعا هنا لكل مشروع في رسالة، أقصد يعني لكل لوحة في رسالة. هنا بيانات العمل، الطالبات والرسالة من العمل. أعطينا الفكرة عن بصماتكم. ثلاث لوحات تتحدث عن موت غير كتب، كيف تأثيرها على الشخصيات. تلاحظين هنا شخصية واحدة، هنا لها جانبين، جانب المرح والنشيط، هنا جانب المزاجي. واو. هنا الجانب أيضا الحزين والكئيب، هنا الجانب النشيط والملح. هنا كذلك، هنا كيف سيطر على أفكاره هذا المرض. مرة شكرا، مرة جميلة، مرة مرة. شوفوا لوحة البنت، لقيتها بالمعرض. مرة حلوة لوحة. دقيقة سوري، مو لوحة، هذه عمل التنقيط، بس إن أصلا من أول كانت مرة عجبتني، فعلا تستحق تكون بالمعرض. لايك، مرة حلوة. أنا تعجبني الأعمال اللي مثل كذا أكثر من هذه اللي يكون بس يعني زخارف. هنا في الرياضيات، اللي الأنشطة الرياضية، في لوحتين. هذه كيوت، لونها حلو مرة. هذه فيها كولاج، هذه مرة حلوة برضو فيها كولاج. كولاج هو ولا ايش؟ ما ادري، احس لخبط. اتوقع انه كولاج اللي يكون زي كذا بس كذا. هذه الفرة حقت المعرض، اتمنى انكم استمتعتوا بالجولة اللي اخذتكم فيها المعرضنا. بس طبعا جايبه لانش بوكس، بس نسيت اجيب ملعقة، عطاني واحدة مرة صغيرة. الحين فرد تتوقعون ايش في بلانش بوكس. ايش الكاميرا مرة قريبة، دقيقة كذا قالي بعد. يلا واحد من ثلاثة، ايش في جوا اللي توقع صح لهدية. Oh my god، Oh my god، ليش شكله صار كذا؟ اوكي سلطة، بس الصوص مدري ايش فيه، صار زبادي. طلعت بهالشكل حبيب، شنو فيه؟ خلاص توبة، آخر مرة صلح لي السلطة، يارب إن طعمها زين. خلاص باكل بالعافية. أنا أسحب كلامي، مرة لذيذة على إن ملعقة مرة صغيرة.